فرنسا هي جنة مأهولة بأشخاص يعتقدون أنفسهم في الجحيم. يختصر الكاتب سيلفان تيسون في هذه العبارة ما يحدث على أرض الواقع في بلد يمتلك مزايا لافتة ونجاحات اقتصادية كبيرة، إلا أن شعبه يتصدر قائمة الشعوب الأكثر تشاؤماً على وجه الكوكب. انعدام الثقة في المستقبل والعجز عن استيعاب أنفسهم خارج المرتبة الأولى عالمياً من الناحية الاقتصادية والعسكرية، أمور يضعها المحللون على رأس قائمة أسباب الاكتئاب المنتشر. ففرنسا لم تعد إلى القوى الاقتصادية العالمية السابعة، وتراجع تأثيرها الدبلوماسي والعسكري في إفريقيا. بينما يقول البعض إن تحديق الفرنسيين في أنفسهم هو مصدر هذا البؤس، فهم بحسب المحلل السياسي جيروم فوركين يتصرفون كأطفال مدللين. فرنسا قوة متوسطة، هكذا تقول الكاتبة كاثرين فان أوفلين، التي تضيف بأن هذا ليس سيئاً بالنسبة لبلد يمثل حوالي 1% فقط من سكان العالم، لكن المشكلة تكمن في أن فرنسا طموحة ولا تكتفي بأن تكون متوسطة.